مبروك يا عم، اول فلوس ترجع لك. طلع بقى باسبور حماده وبيع العربيه، ولا من شاف ولا من دري. مالك ساكت كده ليه؟ بتفكر فيها يا صاحبي؟ بفكر ارجع العربيه للواد تاني. نعم، ليه؟ العربيه دي هي الطعم اللي هتخليهم يصدقوا ويبصموا بالعشر ان مخابرات، واني مش عايز منهم حاجه. ايه يا سعيد، بس عصفور في الايد. اعقلها انت بس، ابراهيم مش هيقدر يفتح عينه فيها بعد كده، والعربيه موجوده وباسم حماده وهيجي لها وقتها. لا معلم. عزه، عايز ايه يا سلام؟ اجي معاك اوصلك الشغل. مين قالك ان عايز حد يجي معايا؟ هو انا حد ازعل كده؟ انا قلت نشوي مع بعض لحد الشغل، نتساير نتكلم. وانا مش حمل كلام، انا ما نمتش من امبارح ودماغي مصدعه. وانا كمان ما نمتش من امبارح، ده سهران طول الليل افكر فيكي. سلامه، انا كده هتاخر على الشغل، يعني ولا مني نمت ولا مني رحت الشغل. وانت يعني تاخدي كام في الشغل؟ لما ارجع هبقى اقول لك. لما ترجعي هتتبسطي قوي. انا وهي هنجيلكوا بعد العصر. الحراميه والنصابين انواع، زي الدكاتره بالظبط. مش في دكتور امراض نساء وفي جلديه وفي بطنه؟ في كمان حراميه وهجامه ومتخصصين في سرقه العربيات. انا شكلت فرقتين بحث قلبوا اسكندريه، وفي 5 دقايق كانت الست اللي عملت سته. سعادتك، هما مش كانوا سته؟ كانوا سته من اقوى التشكيلات العصابيه في اسكندريه والمناطق المجاوره. يا سلام، لما الواحد يبقى له ظهر اي حاجه تحصل يلقي لها حل. ربنا يبارك لك ويعلي مراتبك يا صلاح بيه. عيب يا حاجه، ده اقل واجب، دين في رقبتي الحماده بيه. على فكره هو بعت رساله ليكم قريب، وانا اديت له تمام بموضوع العربيه. يوه، وما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ هو بيسلم عليكم كلكم، وطلب مني طلب كده، عاوزكم جميعا تساعدوني. يعني اللي يقوله حماده يمشي، مش تستني لما نعرف ايه الطلب الاول؟ انا كنت ناوي ابعت له تفاصيل موضوع سرقه العربيه، واحكي له عن السته بتوع التشكيل العصابي، بس قلت لا خلاص. احسن برضه صلاح بيه ان انت ما عملتش كده، يعني بلاش نشغله، كفايه اللي هو فيه. بلاش نشغله. هو عايزني ابني بيت 3 ادوار، الدور الاولاني هيعيش فيه ويتجوز فيه وحضرتك معاه، الدور الثاني هيتجوز فيه ابراهيم، والدور الثالث للانسه حوريه، لحد يعني ما يجي لها ابن الحلال يفكر فينا كلنا. عايز يفرح بيك يا عروسه. ايوه، بس البيت اللي هو عايز يبنيه ده هيكلف كتير. ما يتكلف زي ما يتكلف، وانت دافع له حاجه من جيبك، دي فلوس. طب ولازمته ايه الكلام ده دلوقتي ياما؟ خلاص يا حاجه، ابراهيم عاقل وهينفذ كلام اخوه، مش كده ولا يا ابراهيم؟ كده سعادتك. اظن بقى وجب يا رجب نفرح بالولاد. انا بقول نعمل قعده عاديه كده، يلبسها الشبكه ونكتب الكتاب، وبعديها نروح عاملين زفه صغيره كده جوه الحاره وخلاص. لا يا اسطى، انا عايز افرح وافرح عزه، عايز اعمل فرح كبير وبرقاصه. يا ابني الحاجات دي بتكلف فلوس كتير، وانت عارف البير وغطاه. لا يا اسطى رجب، ما احنا هنشيل النص وانت النص. لا يابا، الاسطى رجب مش هيدفع حاجه، انا اللي طلبت وانا اللي هكلف. بقول لك ايه يا اسطى، ما نخليها دخله وكاتب كتاب على طول يوم الثلاث. ما هو الثلاث ده بكره يا سلامه، وهو لازم يعني الخميس. يا ابني يا ابني، مش القصد، القصد ان احنا مش هنلحق يعني نجهز حاجه. لا ما تحملش هم، من ناحيه التجهيز سيب كله عليا. أنا قلت عدي عليكي وآخد موافقتك عشان ما تزعليش. بس أنا زعلانة. أيوة، بس أنا كده عملت اللي علي، أكتر من كده بقى يبقى عداني العيب. أنا مش بتكلم عشان فرح البيت، أنا بتكلم على عريس ذات نفسه. زي الفل، العريس زي الفل يا عواطف. أنت بتغلط نفسك يا راجل. أيوة أيوة بغلطها، ولازم أفضل مغلطها، لأني ما قداميش غير كده يا عواطف. ليه؟ هي بايرة ولا ناقصة إيد ولا رجل؟ وبعدين في بني ادم هي رايداه. سابني ومشي، اعمل ايه؟ اجري وراه ولا اربطه واجوزها له بالعافيه؟ سيبهولي وانا اجيبه لغايه عندك. فات اوانه يا ام عبد الله، خلاص الفرح الخميس الجاي. يا راجل، الواد سلامه ده اصل دماغه. دماغ ايه؟ هو عنده دماغ اصلا؟ البنت هترجع لك يا شيخه، فعل الله ولا فعلك. ما هو اللي ما يشوفش من الغربال. بقول لك ايه يا ام عبد الله، انا خلاص عملت اللي عليا. السلام عليكم. وعليكم يا اخوي. الو، كنت عارفه انك هتتكلم.
قلبي كان حاسس، حط الموبايل قدامي وكل شويه يقول هيتكلم هيتكلم. اتكلمت. حورية انا عايز اشوفك. الشروط يا ست زي ما انت عايزه. طيب ايه اللي تشوفيه؟ مع السلامه. ايه دول؟ دول 1000 جنيه، عايزك تشتري النهارده احلى فستان يا عروسه. وايه لازمتها؟ هو انت مش تنزل معايا؟ هنزل معاكي بس عشان تبقي مطمنه، تبقى الفلوس في جيبك كده تشتري وانت قلبك جامد. انا مطمنه يا سلامه، خلي الفلوس معاك. بجد؟ بجد يا هزه انت مطمنه؟ بجد؟ ايوه يا سلامه. انا عارف انك مش هتستخسر في اي حاجه. امال مش مبينه ليه؟ ده انا عايز افرح. انا عمري ما فرحت في حياتي يا عزه. طول عمري بسمع الكلام وبس، اسمع كلام ابويا واسمع كلام الخواجه، بفرح بس لما يقولوا لي افرح. لكن انت فرحه عمري اللي بجد يا عز. انت بتعيطي ليه؟ هي دي دموع الفرح صح؟ الشاي والبسبوسه اللي بتحبها يا سلامه. ايه ده انت بتعيطي؟ لحقت تعيطي يا سلامه؟ لا يا خالتي، دي دموع الفرح مش كده؟ اه يا ماما دي دموع الفرح. طب قومي يا معدولة اغسلي وشك واظبطي روحك على بال ما سلامة يشرب الشاي عشان ننزل نشتري الفستان. يلا حبيبتي. امسكي يا خالتي. ايه دول؟ دول 1000 جنيه. ها ايه رأيك؟ حلو المكان، ظريف. ده الموقع الرسمي للحب في اسكندرية. وانت جايباني هنا ليه؟ سامع؟ سامع ايه؟ صوت المزيكا. من اخر مره اتقابلنا وانا في صوت بيانو معايا طول الوقت. انت لخبطت دماغي. عشان اخر مره يعني لما اتقابلنا وحطيت ايدك على ايدي عملت لي فيلم. قصدي يعني عملت مشكله كبيره وهي مش مستاهله. الواحد لما بيدوق الحاجه لاول مره ممكن ما يستطعمهاش، بس بعد كده بيعرف طعمها. اتغيرت قوي، ما بقتش فاهم حاجه. انا مبسوطه قوي ان احنا هنا. وانا كمان. ها قول لي بقى هتبني لنا فين؟ انا عايزه اسكن في كفر عبده. لا كفر عبده غالي قوي وكمان بقى زحمة، أنا بشوف مكان تاني أهدى. طب لما نبص فيه من الدور التالت هنشوف إيه؟ مش عارف، ماما رأيها إيه؟ ماما مبسوطة جدا، بس إبراهيم هو اللي خايف على فلوسه. دي مش فلوسه، دي فلوس حمادة. صح عندك حق. يلا عزة، إيه الأخبار؟ عجبك الفستان؟ ايوه عجبني والله العظيم عجبني. بتردي جدح كده ليه؟ اصل ياما بقاله 10 مرات بيسالني نفس السؤال. برضه تردي عدل. يوه معلش يا سلامه ما تزعلش، هي البنات كده لما يقرب ميعاد الفرح تبقى عصبيه، لا على حامي ولا على بارد. اه عشان كده. اه طب بالاذن بقى خالتي هروح انا الدكان. لا والله ابدا، ده انا عامله حسابك على الغدا ما يصحش، ده انا عامله باميه. تعالى يا حبيبي. ماشي يا خالتي. معقول؟ معقول يعرف يعمل دي؟ لا ده يبقى السحر كله في النضارة. مش طايقة يا اللي هو مين ده يا حبيبتي؟ يا ابن اللذينة. يوه اسمعني بقى يابا. في ايه؟ ها؟ في ايه يا عزة؟ نعم. مش عايزة اتجوز سلام. العبط اللي بتقوليه ده يا بت، جاي تقولي الكلام ده دلوقتي؟ بعد كل اللي صرفه وكل اللي جابه؟ انت جرى مخك حاجة؟ يابا مش طايقة، كل ما ببص في وشه ببقى عايز اعيط. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. بص يا حبيبتي، انا طول عمري عارف ان انت عاله سلامه، الراجل ابن حلال وشريكي. وبعدين يعني ما تنسيش ان انت اتفسخ خطوبتك مرتين يا عزه. يعني كل اللي هيجي لك بعد كده يا اما واحد متجوز يا واحد معاه عيال، فسلامه احسن لك من اللي جاي يا حبيبتي. اسمعي كلام ابوك، أنا فاهم الدنيا أكتر منك، ما تزعلنيش.
تزعلنيش وتضحك عليا ليش ولا ما يسواش. يكون في علمك سلامة ده هو الجد هيقول لك ادوني كل اللي صرفته. انت عارف البير وغطا يا عزة، عارف الصروف. يرضيك يا حبيبتي ان اللي صغر ابوك؟ لا يا ماما يرضينيش. جدع جدع يا حبيبتي. امال امال فستانك فين؟ امي طالعه بيه وراي. عارفه يا عزة انا نفسي ومنع عيني افرح بيكي واشيل عيالك على ايدي كده قبل ما اموت. الشر عليك يا امي. اتفضل يا سلامة اتفضل. هو انت غريب؟ الو. ايوه عزة. الو الو عزة. عزة انت ما بترديش ليه؟ فرحي بكره يا عماد، فرحي بكره. بقول لك ايه يا سامي، عايزك بقى تروقني. مش انت اللي عملت سعيد البرنس برنس؟ انا كمان عايز ابقى برنس. سعيد مين يا عم؟ سعيد ده من ساعه ما رجع من بره وهو بيحرق بره وشعره وحش. ايه يا عم سلامه؟ ابوك ده خنقني وفي الاخر عايز يقسمني فريزلي بمصلح عليه. ابويا؟ ابويا انا؟ ليه عمل ايه؟ بعد ما اتفقنا على المسرح ولونالد وكله قال لي زود 500 جنيه وهو ياخدهم. انا ابويا ما يعملش كده، انت كداب يا حوك. صدق انا غلطان ان انا ما اكلتكش لابوك من اول ولا سمعت الكلمتين دول. انت حبيت تنصص معاه بس ما عرفتش. بس يا عم سامي احلى انت بس. بقول لك ايه يا عم سلامه، حاسبني انت تطلع ابوك من الحوار ده. حوك خلص اتكل على الله عشان شغلنا. خلاص خلاص يا حوك روح ابقى حاسبك انا. قشطه سلام. شايف يا سامي؟ شايف ابويا بيعمل ايه؟ طمعان فيا يا عم. ما تخليش عايز يا حوكه ده يوقع بينكم هنا. ممكن انت في الاخر هتقعد معايا. اقعد معاه؟ ما انا قاعد معاه بفلوسي وقاعد معاه بمزاجه كمان. مشاقه خدتها له بالعنايات بالعافيه. ماشي يابا ماشي. ابراهيم ابراهيم ولا ابراهيم. ايه ده بتعملي ايه يا امه؟ يعني انده عليك ما تردش. افتح الدولاب تقوم مفزوع كده. ما بتفتحي الدولاب ليه؟ عايزه فلوس من اللي معاك. فلوس ايه؟ ما انت عندك فلوس. فلوسي حطيتها لي حريه في البوسطه وانا محتاجه مبلغ كبير. مبلغ كبير قد ايه؟ انت هتحقق معايا. عايزه 10 10000 جنيه على الصبح. صبح ايه يا ابو صبح؟ ده العصر قرب جدا. بقول لك ايه، عندك فلوسك اعملي فيها اللي انت عايزاه، انا فلوسي محدش يلمسها. يا ندل بقول لك سلف لحد ما اجيب فلوسي من البوسطه. سلف سلف ولا سلف وهترجعيهم؟ اخس عليك يا ابراهيم، كنت فاكرك وحش كده. لا انا وحش كده. بقالك 4 ساعات عند الحلاق، كنت بتعمل ايه؟ ودفعت له كام بقى في ال4 ساعات دول؟ جرى ايه يابا؟ وانا لسه صبي عندك في الورشه؟ ده انا عريس ومن حق اروق نفسي. ما انا اتجوزت قبل كده مرتين وكبيري اقص شعري واحلق دقني. انت قلت لي الواد حوكه يابا. انت بتصدق الواد الكذاب ده؟ ده حته عيل نصاب. احنا كان المفروض جبنا الفراشه من عند دقماء احسن منه وارخص. لما تعوز فلوس يابا بقول لي، وانا مش هعز عليك حاجه. على اخر الزمن هاخد منك انت؟ ليه؟ هي خلاص باظت؟ ما انا عمال اقول لك نوضب الدكان لما لساني اتدلدل ولا سالت فيا. كله بأوانه يابا، اتجوز انا بس وهوضب لك الدكان. هما النجارين نصبوا اوضه النوم؟ من بدري، وحماتك هناك بتفرش. وعزة معاها؟ لا سابتها من يجي ساعتين كده. طب هطلع لها بقى يمكن تكون عايزه حاجه. روح يا اخويا. تطيلهم لغاية ما يركبوك وياخدوا فلوسك. جاتك نيلة فيك وفي أمك. متشكرين يا بنات، تعبناكم معانا، نجاملكم يوم فرحكم يا رب. يلا يا بنات يلا. أهلا أنشطة. إيه؟ إيه أنشطة دي؟ يعني جوز اختي. يوه بدلعك بس يا بيت. سلامه مالوش في الدلع ده، سلامه راجل جد. ويلا اتكلي انت على الله على بيتك. من نجمه الاقيكي قدامي. كنتش جوزك المكوس ده خلاكي بيتي مع اختك؟ ما انا ياما هو معاكي من اول النهار، وان شاء الله قبل ما تصحي هكون عندي. سلام يا انشطه. ايه يا خالتي عامله ايه؟ خلصتوا؟ ايوه تهد حيلنا والله. وضبنا الشقه كلها حتى اوضه ابوك.
هدومك بقى يا حبيبي انا رصيتها لك في الدولاب في الدرفة اللي على اليمين، وادي مفتاح الاوضه ما حدش يدخلها، فاهم؟ لحسن حد يرش لكم حاجه ولا يعمل لكم عمل. حاضر يا خالتي. امال العزه مشت ليه؟ تعبت يا عين امها، ما كانش فاضي الحاجه، قلت لها روحي ارتاحي انت. هي برضو متاثره يا سلام عشان ما عملنا لهاش حنه زي بقيه البنات، فانت يا اخويا واخدنا على الحال. معلش بقى يا خالتي، ما بكره الفرح ونفرح كلنا. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وهنا. على العصر تجيب ابوك والمأذون والشهود، وما تكترش في الناس اللي معاه وما تتاخرش. حاضر يا خالتي. سلام عليكم. مع السلامه. خلي بالك من عزه يا سلامه. توصيني انا على عزه يا خالتي؟ ربنا يحفظك يا حبيبي. ربنا ما خلقنيش راجل ليه؟ كنت اقعد اتفرج على التلفزيون ولا على بالي. اتاخرتوا ليه؟ الشقه بعد عنك منتنه، انا عارفه هم عايشين فيها ازاي. شفت يا رجب بنتك وعمايلها؟ بقول لك ايه يا اعتدال على مهلك على البيت، احنا عايزين نلصمها لغايه ما نوديها بيت جوزها. اهو دلعك ده هو اللي عوجها، اكسر للبت طلع يطلع لها 24. جت نامت طبعا. يا مين دي؟ عزه. عزه ما جاتش اصلا، هي مش معاكي؟ يا مصيبتي، دي سايباني بقى لها ساعتين واكتر، لا تكون عملت فرحة حاجه. بتدور على ايه؟ بتدور على ايه يا رجب؟ اكتمي انت يا تعتدي. تكون راحت عند كريمه؟ كريمه لسه سايباني. امال هتكون راحت فين؟ تكون عدت على عواطف عشان تتفك معاها بكلمتين؟ مش عارفه بابا، عواطف مقفول وانا جايه. يا لهوي، يستر يا رب. موبايلها مقفول. يا مصبتي يا مصبتي، ما انت عملت فرحها حاجه يا رجب. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يا اسماعيل، عايز ايه بس؟ اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اتجننت يا راجل انت، قصدك ايه؟ هكون مخبيه حد عندي يعني؟ وطي صوتك، بلاش فضايح. عزه بنتي ما عدتش عليكي. يا لهوي، البنت طفشت مش لاقيينها. والعيش والملح، رحمة اسماعيل، ما تعرفي فين ولا شفتيها. طب وحياة ربنا اللي احسن من الكل، ولا اعرف عنها حاجه ولا شفتها. امال ايه الكلام اللي انت قلتيهولي ده؟ شكله كده زي ما تكوني كنت عارفه حاجه. عواطف بالمفهوميه يا راجل يا مجنون انت، بالعقل. عزة بنتي تكون عملت في نفسها حاجة. انت السبب، انت اللي عملت كده. البت لا لقيت منفذ ولا لقيت حد يسمعها. فضحتك يا رجب. طب الفرح اللي بكره ده، والفضيحة يا عواطف. فرح ايه؟ لحمك اهم. دور على البت وان شاء الله ربنا هيعطرك فيها. اهلا يا عم رجب. الحمد لله، الف مبروك لعزه، انا فرحت لها. فيك الخير طبعا، كل شيء اسمه نصيب. مع السلامه. Matt.
عماد رايح فين يا ابني انت؟ وما سألتوش وش ليه؟ ما انا خايف من الفضيحة. فضيحة ما حصلت واللي كان كان. طب بقولك يا عاطف، تكونش البت يعني راحت عند واحدة من زمايلها وزمانها جاية؟ ولما هي راحت عند واحدة من زمايلها جاي تسألني ليه؟ وكلمت عماد ليه؟ طب ضرب ورا صبعك يا رجب. بصبر روحي، بطمن نفسي بأي حاجة. ايوه يا عماد، البنت عزه طفشت ما جاتلكش؟ فضحتيني يا عواطف. يابا يابا، انت فرغلي عايز ايه؟ ما تعرفش الجرافات اتربت ازاي؟ وريني كده. بس بس استنى عندك، ما تخشش. ايه في ايه؟ مش عاوزني اخش الاوضه ليه؟ ما تخشش اوضه العروسه. وهي العروسه جوه؟ لا بس حاجاتها جوه في كل حته، عيب. المهم عايزك بقى تربط لي الجرافته دي، عشان كل ما اربطها بتطلع مره طويله مره قصيره، مش عارف مالها. ما خليتش البياع يربطها لك ليه؟ اتكسفت. هتعرف تربطها ولا هتفضل تتنور عليا؟ هات اجرب. هو انت هات فرحان كده ليه؟ انت المفروض تندم على اليوم ده واسال مجرب. عمري ما هندم يابا، طالما هتجوز عزه هندم ازاي؟ انت عامل زي العيل يوم العيد، اعقل كده واتقل. اذبح لها القطة من أولها عشان تعيش مالي مركزك. حكيمانة كريه قلبي، الراجل اللي ما يملاش مركزه قدام الحريم. عمال تهندس انت ولا عارف تربطها ولا بتاع. سعيد سعيد، كنت فين يا ابني انت؟ ما تردش عليا ليه؟ مش مهم، انا لازم انزل مصر دلوقتي حالا، اديني فلوس. نعم، والناس اللي جايه تشوف الارض نعمل معايا ان شاء الله. اجلهم وقول لهم اي حاجة، عزة هربت وسابت البيت. انا عارف. عزة يا عزة، عزة انت ايه اللي جابك هنا وما اتصلتيش بيا ليه؟ ما انا خفت اكلمك تقول لابويا وبوظ كل حاجه. ابوظ ايه وانا ايه ليه؟ انت اللي بوظت كل حاجه. يا ابن اهدى بقى انت راخر. خلينا نفكر بالعقل يا عماد. اتفضلي قدامي هوديكي لابوكي. الحقني يا سعيد، مش قدرك هرجعني لابويا. الحقني يا سعيد، هي الحكايه بالظبط؟ انا بتقرطص هنا ولا ايه؟ متقرطص ايه يا نط؟ انت هي كلامها صح، ما ينفعش ترجع لابوها. والفضيحه اللي عملتها المجنونه دي؟ الفضيحه حصلت خلاص زمان، امي صوتت لما رجعت البيت ما لقيتنيش، وابوي زمان قلب الدنيا عليا. بقولك يا سعيد، اذا كنت خايف على الناس بتوع الارض، انا ساعتين رايح وساعتين راجع، هوديها لابوها وارجع. انت حمار، بنقولك ما ينفعش. ما لقيتهاش. البنت ماتت بره، عزة راحت، عزة راحت، البنت راحت. عزة كريمة. صباح الخير يابا. ابويا ما بيردش ليه؟ سيب ابوك في اللي هو فيه. انت زعلان مني عشان انا ما بيتش معاكو؟ ده هو سواد الليل. لا يا كريم، اختك هربت. يا لهوي كده هتطلق. يلا عشان تبقى كملت. انا خالها وكلها يا مولانا. وكلتي خالك استاذ سعيد يا عزه؟ ايوه وكلتي. على بركه الله. وانت يا عريس حط ايدك في استاذ سعيد والورايا اني استقرت الباب. روح يلا. لا ما طالع لحماتي عشان قالت لي اقول لها هجيب كام واحد ساعه كاتب الكتاب. اصلها قالت لي ما تكترش. انت بتفهمش يا سلامه صح؟ بقول لك عروستك مش فوق، روح. في ايه يا ام عبده؟ انت مالك انت؟ مل على جنابك.
يا واد عندهم ميتم فوق، ما تزودش همهم، خلي عندك دم. ميتم ايه؟ النهارده فرحي، فرحي يا ام عبده. شكلك كده دماغك فوتت. انا دماغي توزن عشرة زيك، عروستك طفشت من وشك، فهمت يا سلامه؟ مش هيحصل ومش عايز ومش رايح، انا ماشي. يا ابني عقل امال، الراجل زمانه جاي هياخدنا ويفرجنا على الارض. مش هروح واعلى ما فخيله واركبه. يا ابراهيم استنى طيب لغايه لما يجي، بقول له الكلام ده بنفسك يا اخي. هقول له، هو انا اخاف منه؟ شكلك بتقوله دلوقتي حالا. اهو جه. صباح الخير. اتفضل. صباح النور يا حورية. الله، ما انتوا شكلكم جاهزين اهو. يلا بينا بقى عشان الراجل مستنينا. والله يا ابني انا مش عارفه اقول لك ايه. في ايه يا امي، انت غيرت رايكم ولا ايه؟ مش احنا، ابراهيم هو اللي رفض الفكره من اساسها. رفض الفكره ومن اساسها؟ بص يا باشا، اسكت انت. بعد اذنك يا حاجه، عايز ابراهيم في كلمتين على انفراد. ومال يا اخويا، اتفضل بيت بيتك. اتفضل قدامي. هجوزك اللي احسن منها. وبعدين دي بنتي ناشفه ومصديه، انا مش عارف كان عاجبك فيها ايه. متزعلش، لما تهرب دلوقتي احسن ما تهرب وهي في بيتك، تبقى في عيب ابوها، صح؟ وبعدين ابوها لازم يدفع كل التكاليف اللي اتكلفناها. الله، هتعمل لي فيها جدع؟ مبقاش في حاجه عندهم يتبكى عليها. لما يجي حماده يعمل اللي هو عايزه، انا مش هعمل حاجه، مش هضيع الفلوس على ارض وبنا. انت عارف ابراهيم انا ممكن اعمل فيك ايه؟ وبالقانون انا ما عملتش حاجه غلط. لا عملت، لما رفعت قضيه بغياب حماده عملت، ولما خدت حكم الغياب وطلعت شهاده الوفاه عملت، ولما صرفت الفلوس من البنك يا ابراهيم عملت. بس انا ما كنتش اعرف انه عايش. وانك عرفت. تعرف بقى انا ممكن ارفع عليك قضيه تزوير تاخد حكم قد ايه؟ 7 سنين. دي قضية التزوير لوحدها، ده غير بقى استلاقك على فلوس أخوك. طب وأنا خدتها لوحدي؟ ما حورية خدت وأمي خدت، وحمادة مش هيرضين أمه وأخته يتحبسوا. هما مالهم؟ أنت صرفت الفلوس بتوكيلات منهم يا إبراهيم. ده غير بقى إن أنا هوصى عليك يدلعوك ويشخلعوك قبل ما تخش السجن. ده غير موضوع العربية اللي شكلك فيه هيبقى زبالة قدام أمك وأختك، وأنا بقى رايح أقول لهم دلوقتي. لا لا استنى. لا لا يا إبراهيم، أنا شلت. أنا عايز أقول لك على حاجة. قول. اللي انت شايفه صح اعمله. انزل زبائن العربية، يلا. نفسي أكتر من وسعها، والموضة ده فوق طاقتي. سامحني. الله أكبر. يا سلام.
استبصال يا سلامة يا حبيبي؟ أو ده العقل ولا بلاش؟ ده أنا كنت خايف عليك. الله أكبر. ربنا يهديك يا ابني ويكملك بعقلك. يا سلام. الله أكبر. تعرف الصلاة دي هي اللي هتخرجك من اللي انت فيه. الله أكبر. رخصتك ورخص العربية. يا صلاح بنت هتدي له الرخص يا ابني، انت مش عارف ده مين. اسكت انت يا ابراهيم. اتفضل. باشا، سعادة الباشا، الرخص يا باشا. سعيد البرنس، هتقولي بسرعة امين، بسرعة. انزل كلم الباشا عاوزك. في يا صلاح بيه؟ الدنيا ده قوي يا برنس. خرم ابره يا باشا. ايه اللي جابك اسكندريه؟ اكل العيش سيادتك، انا الجماعه اللي معايا دول كان عندهم توصيله اسكندريه، يعني قلت اوصلها. بس الشياكه دي يلا انت نضفت قوي. طول عمري برنس لا مؤاخذه. العربيه دي بتاعتك؟ لا انا باكل عليها عيش، لو اي حاجه عايزها سيادتك، عايز توصل المدام الاولاد اي حاجه تحت امرك يا باشا، ربنا يخليك. تعالى بس، رايح فين وانا مش هسيبك؟ ليه يا فندم؟ انا عملت حاجه؟ مش هسيبك الا لما تسمعني اخر نكته. ماشي. متاخر كده ليه؟ ما تنزل يا ابني شوف في ايه. يا اما انا اللي هنزل اشوفه برضو، ما هو ظابط مخابرات يعني حكومه في قلب بعضيهم. طبعا صديق بيه راجل محترم وسمعته سابقه وكلمته واحده. بس احنا يا باشا طمعانين في كرمك النهارده ان شاء الله. تشربوا ايه بقى عشان الحر؟ خروب. انت اكيد بتشتغلنا وفي خروب في الحته المقطوعه دي. مش مفيش داعي للمشاريع، الناس جايه تتفرج على الارض وتخلص. بص يا حاجه، بص يا مدموزيل، ما تبصش انت. والباشا ماله مال يا صلاح بيه؟ الارض دي هتبقى كومباوند. الكومباوند ده هيبقى اسمه كومباوند البرنس. ليه بنسميه بقى كومباوند البرنس؟ عشان مش هيقعد هنا غير البرنسات. طبعا احنا وصلنا مواسير الميه والصرف الصحي وكل حاجه. بص يا حاجه، عندك هناك قطعه الارض دي واخدها وزير العدل، القطعه اللي بعديها بتاعت رئيس الوزراء. يا سلام، وكل دول بقى شاريين هنا. الكومباوند ده هيبقى تري تري شيك. حضرتك بس اصبري 6 أشهر هتلاقي هنا مليان خضرة، وهيبقى فيه ملاعب جولف وملاعب سكواش وسويمينج بولز. ده هيبقى جنة. أنا لولا بس الباشا كنت صبرت 6 أشهر وضربت السعر في 3. طب يا صديق باشا، يعني الناس عايزة تخلص تدفع الفلوس وتمضي العقود. أيوة، بس العقود دي لازم تتكتب عند محامي. طبعا لازم تضمنوا حقكم، وأنا كمان أضمن فلوسي. رايحة فين يا عنايات؟ رايحة الشغل. أنت شغالة دي؟ أشغلت فين؟ وأنت مالك؟ طب ما تاخديني معاكي. أخدك معايا فين؟ الشغل، شغليني معاكي. طب وأنت ما تروحش شغلك ليه يا فالح؟ لا بقى، ما هو رامي خلاص مش عايز أشوف وسط تاني. ليه عملت إيه؟ كان في عربية مغيرة ربع، رامي عايز أبيعها جديدة، حرام ده ولا مش حرام؟ يا أخي حرمت عليك عيشتك، وأنت مالك مغيرة ربع ولا نص؟ ما أنا قلت للزبون عشان يفهم. خرب بيتك، خربت البيعة. أنا قلت أقول للزبون يمكن يديني قرشين، بس طلع ما بيفهمش. بس خلاص بقى، أنا مزهوق على دماغي، أنا هقعد في البيت ومش هشتغل تاني. مش هتشتغل تاني؟ أمال ناوي تعمل إيه يا فالح؟ هتجوز، هتجوز واحدة نايمة على القرشين وعايز سلطانة زماني. ودي هتلاقيها فين يا زلطه؟ موجوده، بس الموضوع عايز وقت مخ. خش يابا. الف سلام عليك. الف سلام عليك. ابعد بعيد عني. انت لسه زعلان مني يابا؟ مش طايق اشوف وشك من ساعه اللي عملوه فيا في المستشفى. بس انا ما قصدتش حاجه، انت اللي شربت العصير. تموتني وتقول ما قصدتش، هي دي فيها قصد؟ انا كنت قاعد اموت نفسي. ليه؟ ايه اللي حصل في الدنيا يخليك تموت نفسك وتخسر اخرتك؟ ما النسوان في الشوارع على قفا من يشيل. يابا بحبها. هو انت ليه مش مقدر؟ يا سلامة، انت معاك فلوس وربنا فتحها عليك، سيب لي نفسك وانا اجوزك ست ستها. بس انا عايز دي،
مفيش دين. نعمل ايه؟ قسما بالله العظيم لو جبت سيرتها تاني على لسانك ولا فتحت بقك. اسمع يا ابني. قول يابا. اللي انت فيه ده بلوى مش حب، ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، زي اي واحد بتخبطه عربيه او اي واحد بيجيله مرض وحش. يبقى احنا في الوضع ده نعمل ايه؟ مش عارف. يصبر؟ صح. يبقى المفروض ان احنا نصبر على اللي بلانا به ربنا، وكل ما نصبر اكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يجازينا. هنفرض انك انت عيان بحب عزة، ولو ان انا مش عارف انت ليه تعيا بيه، يبقى دواك ايه؟ ان احنا نجوزك واحدة تدلعك تهننك، وانت ايه؟ تصبر. فهمني؟ ها؟ فهمني؟ فهمني؟ اهلا يا ام عبد الله، اتفضلي. ما الرجب فين؟ الراجل هيضيع مني يا اختي، قافل على نفسه وعمال يعيط زي العيال، مش طايق يكلم حد. الله يكون في عونه، هو اللي فيه شويه. فاكر البت عملت في نفسها حاجه وبيقول انا اللي موتها. طب اندهيهولي ولما يجي يبقى سيبينا لوحدينا. انت عرفتي حاجه يا اختي؟ طمنيني، ربنا يطمن قلبك ويرد لك عبد الله يا رب ويفك سجنه. اتكلم مع الاول وبعدين افهمك. عزه بخير؟ بخير. يا بنتي انت بتكلميني عن شخصية خيالية، انا خايفة تكوني عايشة في الوهم. ضياء انت ليه بتقولي كده؟ على فكرة صلاح ده حد حقيقي جدا. واضح انك ما تعرفيش حاجة عنه، ولا عارفة حاجة عنه مش عايزة تقوليلي. بصي، هو اللي عرفته عنه مش كتير، بس ممكن الواحدة بتحب واحد وما تعرفوش كويس. بصي بقى، انا من ناحيتي ما ينفعش ارتبط بواحد غير لازم ابقى عارفة عنه كل حاجة، عنده شقة ولا ما عندوش، عايش لوحده ولا مع مامته، بيشتغل ايه، بيقبض كام. هو انت طول عمرك مادية كده وما بتفكريش غير في الحاجات دي؟ مفيش عندك بقى حاجة اسمها مشاعر واحاسيس راقية؟ هو انا علشان مش موافقة على اللي انت بتقوليه يبقى هتهاجميني؟ بلاش الطريقة دي معايا يا حورية. يا بنتي انا والله ما اقصدش حاجة، انا كل اللي انا بس قصداه ان الحب مش محتاج لكل الحاجات دي. انت بتحبيه كده في الهوا ولا بتحبيه وعايزة تتجوزيه؟ اه طبعا عايزة اتجوزه. يبقى لازم تعرفي عنه كل حاجه، لان ممكن تلاقي حاجات تعرفيها عنه تخليه ما ينفعش، لا يصلح. حاجات زي ايه مثلا؟ امه قرشانه مثلا، عايشه معاه في البيت، خاله حرامي وسوابق. خاله ايه يا بنتي اللي سوابق؟ بقول لك ده باشا، يعني شغال في منصب كبير. اللي هو ايه بقى؟ انت عارفه ومخبيه ولا ما تعرفيش؟ بصراحه عارفه ومخبيه. مخبيه؟ هو انا مش انتنتك وما بخبيش عنك حاجه؟ يبقى لازم تقوليه. بصي معلش يا ضياء، الموضوع ده بالذات ما ينفعش احكي لك عنه اي تفاصيل. عامه انا قلت لك حاولي تاخدي بالك قبل رجليكي ما تطب. وبعدين بقى انت هتقلقيني ليه يا ضياء؟ انت يا مصرتي انت يا عوض البدل ما تباحي. ايه علي انا هبعت السكينه. ما تخافيش يا اعتدال، ده بيهوش مش هيعمل حاجه. طيب انت فين؟ رقبتي اهي، اذبح يا راجل. حرام عليكي، حرام عليكي يا عاطف. هات السكينه دي واقعد عشان نتكلم. حاضر. هاي بوس ايدك يا عاطف، قولي لي بنتي فين؟ عند سعيد في اسكندرية. اه يبقى انا كنت صح، انا كنت عارف ان انت اللي ورا الحكاية دي. بنتي بتعمل ايه في اسكندرية؟ اخوكي بيعمل ايه بالبنت يا عاطف؟ هو في ايه؟ انت هتلبس الواد تهمة؟ وبعدين على فكرة بقى، بنتك زي الفل، لحد لمسها ولا حيلمسها ابدا الا بموافقتك ورضاك. ده الاتفاق اللي بيني وبين سعيد.